هذا ما بين طلوع الشمس يا خلوصي. أنا زي القطط، كتب علينا بلقط رزقنا من صبايح الزبالة. من درى تحت أي بيرسل. لما البطن شبعت والهدمة نطفت قلت خلاص أكيد البال هيرتاح والدنيا هتضحك لنا وتورينا الحلو منها بعد ما طول عمرها مورينا المر. بس طلع الحلو ده تمنه غالي قوي يا بريزة. تمنه رقبتي يا خلوص مش كده؟ رقبتك دي طلع تمنها غالي قوي عندها بريزة. ساعات كتير كنت بسأل نفسي أنا ليه بشتمها وبضربها وبزعلها. أتاري كنت مداري حاجة جوايا مش عارفها. هو ده اللي اسمه الحب يا بريزة ولا إيه؟ آه هو الحب. طلعت بحبك ومعرفش يا بريزة. أول مرة صوتك يخبط وتاني كلمة حلوة. كنت مستنية سامحة زمان. وديك سمعتيها يا بريزة. فاكر نفسه ما خربش الدنيا مزعه في جسمه ومعلمه في كل حته فيه. ابيع الهول ده اضحك على ده وانصب على ده بكلمتين انجليزي اتعلمتهم من الراجل اللي كنت شغال عنده في البازار. وسخ قوي او طب الموس على الارض كمان. لحد ما قابلتك اول مره في الحاره وشفتك حسيت ان انا اعرفك من زمان قوي. عارف ان هو كلام مكرر وبيتقال في كل الافلام بس كان هو ده احساسي ساعتها فعلا. ولما كنت بتبعد عني ولا تختفي يومين في اي حته كنت بتبحشيني قوي قوي. وعارف برضو ان ده كلام مكرر بس هو ده احساسي. لحد ما طلبوا مني ان انا اقتلك وحطوا رقبتك قدام مستقبلي قدام الكباريه. ساعتها بس حسيت احساس غريب قوي. حسيت ان هم عايزين يقطعوا حته من جسمي. انت طلعت حته منها يا بريزه. طلعت غاليه قوي قوي. طب واخرتها يا خلوصي؟ مش هنتجوز؟ عايز نتجوز؟ هيحصل حياتك لا يحصل. امتى؟ لا حول ولا قوة الا بالله. القعدة اللي ملهاش آخر. حاولي تنامي يا بنتي. حرام عليكي جدتك. مو معقول. مو معقول. خير يا بنتي؟ إيش صار؟ مصيبة يا أبوي. مصيبة. مصيبة إيه كفن الشر؟ ماني عارفة يا أبوي. بس الفيسبوك كله قاعد يقول عن فضيحة عمر النواوي وإن البوليس قبض عليه في وسط العيادة، وسط العيانين. لا إله إلا الله. فضيحة إيه يا بنتي؟ ماني عارفة. ماني عارفة يا أبوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي هالمصيبة عمالة تنزل على دماغنا كده ليه؟ إحنا ما عملناش حاجة وحشة في حد. حتى أنت يا عمر. حول ولا قوة. غازي! غازي! أنت فين يا غازي من الصبح؟ سيبني لوحدي في المصايب اللي انا فيها دي كلها. انت فين؟ مين اللي قالك مين؟ مين اللي قالك مين؟ انت بتعمل كده ليه؟ فيك ايه؟ الراحة يا بيبي. انت مش حمل المنهدة دي كلها؟ صحتك يا روحي. لا لا انت مش طبيعي. انت شارب حاجة؟ اي كده ازعل منك. تزعل مني؟ عمر اخويا في المصيبه السوداء اللي وقع فيها دي وبكلمك بدل مره مليون وما تردش عليا وترجع لي بالشكل ده وتقولي في الاخر ازعل منك. انت عايزاني اعمل لك ايه يعني؟ وبعدين ما هو اللي غلطان. حد يعمل العامله السوداء دي؟ دي مصيبه. دي بيسموها في شغلانتنا جريمه اخلاقيه. انا ما بقولكش دي درس شغلانتكم. انا بقولك انك المفروض تكون واقف جنبي في مصيبه زي دي. عارف يعني ايه تقف جنبي؟ ما انا واقف جنبك اهو. روحي. وانا رحت فين؟ حاسبي حاسبي يا استاذ حاسبي. اقف كلمني زي ما بكلمك. بقول لك ايه؟
ما بكرهش في حياتي حاجة قد الصوت العالي. اوعى تسمعيني ولا لا؟ لأنه بيوجع لي دماغي وبيضايقني، فما تعمليش كده تاني. طب على الأقل طمني، الفلوس اللي خدتها مني حلت لك المشكلة ولا لا؟ الله، ده أنت بتعايريني بقى. ما كانوش قرشين دول اللي سلفتهم لي يا ستي. لا، أنا ما بكلمكش على الفلوس، أنا بكلمك على اللي كنت عاملها لي مشكلة وحارق صدرك بالسجاير بسببها. يا دار اتحلت ولا ما اتحلتش؟ لا اطمني، دفعت الفلوس. تحب ابقى اجيب لك الوصل؟ انت مالك؟ فيك ايه؟ المصايب عماله فوق دماغنا من كل حته، وانت راجع لي كده سكران؟ انت مالك عمل كده ليه؟ عندهم حق في كل اللي قالوه عليك. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه انت؟ انا بحب اقول الكلمه مره واحده بس. انا قلت لك اني ما بحبش الصوت العالي، ما احبش كمان مراتي صوتها يعلى قدامي. اذا كنت فاكره نفسك كسره عيني بالقرشين بتوعك تبقي موهومه. دول يا دوب اقل تعويض قدام فرق السن اللي بينا، وان انت عارفه كويس. قولي من وشي. يا ما ابتلاني بالهموم، يا ما الدموع تنزل في كاسي وانا اشربه. الوجع من الوجع، مين زي ده في الزمن ده وجربوه. يا ما ابتلاني بالهموم، يا ما الدموع تنزل في كاسي وانا اشربه. محبوس وسجن احتاله عذاب، في قلعة جوه مدينة خراب، زنزانة ضلمة ومالهاش باب، يا عيني على ظلم المحكوم. وخبي وجعي في دموعي من الألم طقوا ضلوعي، المر شربي ومنقوعي مكتوب لنا الهم ومرسوم. الوجع 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 الوجع. يا دكتورة هربت، روحي قولي للأم بسرعة. حاضر. ليه كده بس يا صفرا؟ اتأكدت إن العينة اللي اتاخدت من جوزها؟ يا فندم المستشفى بتتأكد من الكلام ده. يا دكتور عمر، الملف بتاع الهانم اختفى تماما من المستشفى. اختفى ازاي يعني؟ ما هو ده اللي عاوزين نعرفه منك. أنا معرفش يا فندم، أنا بجد معرفش، هتجنن. ممكن تحكي لنا اللي حصل بالتفصيل؟ يا فندم انا رحت للدكتور عمر العياده وشرحت له حالتي وحاله جوزي، قال لي ما تقلقيش خالص، الحل عندي بس يكون سر بينا، وجاب لي واحد ما اعرفوش، وراح قايل لي ده هيبقى جوزك قدام الناس في المستشفى. ما حصلش، انت كدابه كدابه يا فندم، الكلام ده ما حصلش. مقابل ايه؟ فلوس انا وهو اتفقنا عليها وديتهم له في العياده. كدابه. اللي حصل يا فندم ان هي جات لي وكان معاها جوزها وطلبوا العمليه وعملت لها العمليه. انا مش فاهم هي بتقول كده ليه. هتبلى عليك يعني ولا هتبلى عليه؟ بتتبلى عليا انت كدابه وستين كدابه، والله العظيم ما حصل يا فندم. يا فندم انا بطالب بالافراج عن موكلي بكفاله ماليه. عمي هروح له يعني هروح له. استني بس يا تينا، عمر مأكد عليا ما حدش يروح، ونبه عليا اكتر من 100 مره. ما ينفعش ما ينفعش اخويا يبقى لوحده في النيابه واحنا كلنا قاعدين هنا في البيت. انت عارفه هناك هيبقى صحافه ومصورين، هم ما بيصدقوا. يا عمر مش ناقص فضايح، كفايه اللي هو فيه. يا عيني عليك يا عمر يا اخويا، الكلها يبقى وحيد كده في الدنيا؟ الناس بقت وحشه قوي كده ليه يا عمي؟ انت عارفه انا بفكر في الامار. يمكن يمكن ايه؟ معقوله يعني الخبر ما وصلهاش لحد دلوقتي؟ صباح الخير ست الامار، الف حمد لله على السلامه. يا حبيبتي تعالي في حضني يا اللي من ريحه الحبايب. انا اول ما عرفت الخبر قلت لازم اجي هنا واطمن على عمر وابقى جنبه. انا كنت متاكد انك بنت اصول. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. شفتي وشك حلو يا بنت اللذينة. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة يا عمر. الله يسلمك.
وانا هفضل الف وراكي في كل حته كده؟ واخرتها معاكي هتفضلي كده لغايه امتى؟ ده انا قربت انسى شكلك. انا مش عارفه انت جبتي الاسود دي كلها منين، وعايزه تسيبيني دلوقتي بعد خلاص ما بقاش لينا غير بعض. انت بتضحكي؟ اه، اصل الحته دي شفتها قبل كده في مسرحيه بايخه قوي بصراحه. كملي كملي، اصل طالبه معايا بواخر. انت قليله الادب. عادي، ايه الجديد؟ قولي حاجه غيرها. عفه مالك يا حبيبتي، فيكي ايه؟ انا عارفه ان انت كنتي متعلقه بباباكي وبتحبيه قوي، صدقيني رغم كل اللي حصل انا مش قادره انساه. بس لحد امتى؟ لحد ما تعترفي ان انت اللي قتلتيه. انا؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي انت سمعتيه. انا عارفه انا بقول ايه كويس. حطيتي له السم وكنت عايزه تموتيهم هما الاثنين سوا. نار الغيره حرقت قلبك اول ما شفتيه مع واحده غيرك وكمان قد بنتك، فقررتي تحرقيه بيها، صح ولا لا يا ميار هانم؟ حكايه غريبه قوي، ولا حكايه الافلام. مش فاهم حاجه، مش عارف افهم حاجه، ولا اعرف ازاي اتعملت ولا ليه. استغفر الله العظيم يا رب. ده اكيد حد مدبرها لك يا عمر. حاول تفكر مين اللي مصلحه في اذيتك وانت تفهم. واللي ليهم مصلحه كتير، بس مش ده المهم. المهم عملوها ازاي وليه. ربنا يورينا فيهم يوم ويفضحهم زي ما هم بصلك كده. هو ما فيش غيره، دكتور عوني سماوي، وعايز يكوش على المستشفى. اصل الحكايه اللي حكيتها يا عمر محدش يقدر يعملها الا اذا واحد فاهم في شغلانتك كويس، وفاهم برضو في ثغرات قانونها. حتى لو وصلنا لكده هنثبت ازاي؟ هنعمل احنا كمان شغل عصابات وندور عليهم في كل حته. ان شاء الله نعمل مخبرين، المهم انه وصل لحقك. ده انا اروح اطبق زماره رقبته لحد ما يقر. انت كمان ممكن يا عمر تقول كل ده في النيابه. من حق المحامي قال لكم ايه على سما؟ لا ما قالش حاجه. ربنا يلطف بينا، احنا لاقيها منين ولا منين بس؟ مش وقته بقى يا تينا. الله، اسكت يا اختي، والله العظيم انا حاسه ان هجره لي حاجه. خلاص يلا قوم انت يا عمر، قوم اتوضى وصلي ركعتين لله. انا مش فاهم في ايه بالظبط، بجد مش فاهم حاجه. وانا كنت شيطان ودخلت النار وبتحاسب مثلا ولا؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. اختبار، اختبار. ترمزي؟ لا، ما انا رحت لهم امبارح ما لقيتوش. طب اروح له تاني؟ عمر، اشمعنى دلوقتي جيتي؟ لازم ابقى في مصيبه عشان تظهري؟ يعني بتعملي الواجب وبتريحي نفسك مش كده؟ انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه دلوقتي. انا عايزك تنسى اني كنت مراتك واننا اتطلقنا. عايزك تفتكر حاجه واحده بس، إن في بني آدم بيخاف عليك بجد، مستعد يعمل أي حاجة، أي حاجة علشان ربنا ينجيك من اللي أنت فيه. لا كتر خير، بنت أصول بجد. أنا رجعت مصر وقاعدة دلوقتي في البيت اللي كنت قاعدة فيه عشان أبقى قريبة منه. لما تحتاجني هتلاقيني اقرب من اقرب صديق ليك. هو ده كل اللي اقدر اقدمه لك يا عمر. Thank you.
تاني يا ازم. والبيت مش ليه حرمه ولا ايه؟ حرمه عليك عيشتك. وبعدين يلا عمو عمو نيازي، لما تقول تكلمني تقول لي يا عمو نيازي، فاهم؟ عمو نيازي اللي انت رحت بعته عشان تكوش على الليله كلها. بس يا ابني الغاليه لفت لفت ورجعت لي تاني. جرايه يا ريس، هو احنا موصوفين لك ولا ايه؟ ما وراكش غيرنا؟ بس انت في حالنا بقى يا اخي وقتنا. ما هو اصل الغندور اللي قبض تمنك يا موزه من الكلب اللي باعني ليه ما قدرش، قلبه رهيف حنين، ما قدرش يخلص عليك ويموتك. بس لفت لفت وجالي اللي ماسك سلسلة الكلب وقبضني وقتي تمام كنتوا الاتنين. بتتكلم على مين يا نيازي؟ عمو نيازي ما تنساش، بتكلم عن عوني الدكتور عوني. عوني ده بقى اللي دفع تمنك يا موزة. بقول لك ايه يا عمو نيازي، ما تجيب من الاخر وتقول انت عايز ايه ومين اللي بعتك. طالما قلت لي يا عمو انا هجاوبك. اصل في واحد بقى بيفهم في الرجاله، بيفهم في الرجاله كده، جاني. واللي بيفهم في الرجاله ده مين بقى؟ غازي، الدكتور غازي. جوز الست اكتفينا. اسم الله عليك، يلا ده انت مذاكره العيله كويسه اهو. طب انا بقى عايز اصل اطلب منك طلب انت والرجاله اللطيفه اللي معايا دي كلها، تؤمر بايه؟ لا انا ما امرش بحاجه، انا عندي اوامر مدفوعه الاجر ولازم تتنفذ وفورا. تقصد ايه؟ اقصد الله يرحمكم انتوا الاثنين. في واحد عايز يقابل الدكتور يا هنادي. واحد ايه؟ انت مش شايف الدكتور مزاجه متعكر؟ ايه؟ روح انت بس وبلغيه، مالكيش دعوه، بطلي لات. لا يا اخويا مش هبلغه، انا مش حامل شخطتين منه، روح انت. ده انت بنت جبانه. في ايه يا هنادي؟ مفيش حاجه يا دكتور. بالراحه قلت لك مش عايز دبدبه. حاضر. مغاوري عايز حضرتك. في ايه يا مغاوري؟ في واحد بره طالب يشوفك. واحد مين؟ ما قالش. بروح اندار. حاضر يا استاذ. انت في تحسن دلوقتي؟ الحمد لله يا دكتور. احسن، ربنا يخليك. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا اسمي علي. طبعا انا اسف جدا ان انا جيت من غير ميعاد، بس الموضوع اللي انا جاي لحضرتك فيه ما ينفعش يتاجل اكتر من كده. طب اتفضل استريح. شكرا. روح انت يا مغاوري. حاضر. بعت لنا اتنين قهوه يا هنادي. حاضر يا دكتور. خير يا فندم، موضوع ايه؟ موضوع بخصوص اخت حضرتك الانسه سما. سما. ايه ده؟ ايه ده؟ مين مين؟ الله فريزه، مال في ايه؟ هموت في ايه؟ تصرفات ايه بالظبط اللي انت شاكك فيها؟ بص يا دكتور، انا علاقتي بعفة في الفتره الاخيره قويه جدا، بس انا لاحظت ان هي في الفتره الاخيره بالذات مش طبيعيه خالص. ده غير انها قطعت علاقتها بمامتها تماما، ما بتروحش البيت اصلا، على طول سهرانه لحد وش الصبح، وساعات بتروح المقابر عند ابوها تقعد عليها. بس كل ده طبيعي جدا، عفة اصلا علاقتها باهلها عمرها ما كانت مظبوطه. تمام، الكلام ده كان ممكن يبقى صح جدا لحد اللي انا سمعته منها النهارده. سمعت ايه من عفة؟ عفة بتتهم امها ان هي اللي ورقت لابوها، ولو فكرنا شويه بس في الكلام ده احتمال كبير قوي ان هي صح. انت مهتم ليه بالموضوع ده؟ عشان واثق ان سما غريبه. لحظة واحدة. اتفضل. ألو. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. دلوقتي؟ طب ما ينفعش في التليفون؟ طيب حاضر. ماشي أنا جاي حالا، جاي حالا.
استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ان شاء الله هترجع وتنور البيت من تاني. البيت بقى وحش قوي من غيرها. كل حاجه حوالينا بقت وحشه قوي، الدنيا ما بقاش ليها اي طعم. يا رب ربنا فرجه قريب وهتتعدل باذن الله. وحشتني قوي يا نادي، سما بجد وحشتني، صوتها في البيت وحشتني، حضنها وحشتني، حتى منقرتها لينا كلنا في البيت وحشتني. انا مش عارفه هي ليه عملت في نفسها وفينا كده. ليه يا نادي؟ صغيره ومش فاهمه، اديها بتتعلم. بتتعلم وعلمت فينا. مش عارفة هي مالها عمالة تضيق علينا قوي كده. والله احنا ما عملناش اي حاجة وحشة في حد. استغفر الله العظيم، استغفرك يا رب واتوب اليك. ربنا كريم، وان شاء الله ان شاء الله فرج قريب. انا طمعانة في رحمته ولطفه وعدله في قضاءه. اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. انا ما بقتش اخاف غير من تخبيط البيبان. قومي افتحي، استني ما اشوف مين. ايوه استر يا رب. خير كف الله الشر. في ايه؟ ده البيت اللي ساكن فيه الدكتور غازي الوعيد. ايوه يا فندم، وانا مراته. في حاجه؟ في بلاغ من مصحه نفسيه بهروب مريضه، وعندنا شك انها ممكن تقتل دكتور غازي. تقتله؟ ومين المريضه دي؟ اسمها صفوه، وكانت مراته. صفوه، أنا آسفة جداً إني أزعجتك، بس ضروري كنت أشوفك عشان تلحقها. خير يا دكتورة؟ حضرتك قلت لي مسألة حياة أو موت، إيه الموضوع؟ صفوة هربت وناوية على قتل جوزها. هربت؟ قتل جوزها مين؟ قصدي اللي كان جوزها، وحسب معلوماتي دلوقتي إنه جوز أخت حضرتك غازي. وتقتله ليه؟ أنا ما كانش ينفع أقولك قبل كده، عشان دي كانت رغبتها ودي أسرار مريض. بس في الوضع اللي أنا فيه ده ما عنديش حل تاني. أسرار إيه؟ اتكلمي أرجوكي. غازي هو اللي دمر صفوة، وكان السبب في دخولها المصحة. إزاي؟ عمل إيه يعني؟ صورها وهي معاه، ومن وقحته ما كانش جايب وش في الصورة عشان يفضل مهددها بالفضيحة. صورها وابتزها بالسي دي، واخد كل فلوسها.